عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، النهاردة يا حبايبي هندرس أول درس من دروس الوحدات الوحدة الثانية في مادة الدراسات بعنوان انتصارات بلدنا عبر العصور. الجيش المصري من أقدم جيوش العالم. تاني حبايبي، الجيش المصري من أقدم جيوش في العالم، يعني أول جيش أنشئ على سطح الكرة الأرضية قديما، وقد حقق العديد من الانتصارات على مر العصور، أي على مر التاريخ من أول نشأة الحضارة الإنسانية على كوكب الأرض إلى عصرنا هذا. تعرضت مصر على مر العصور إلى هجمات الأعداء للاستيلاء على ثرواتها، وقد كان للجيش المصري دور كبير في صد هذه الهجمات. أولاً، عصر الدولة المصرية القديمة. في بداية الأسرة الثالثة تعرضت مصر لهجوم بعض القبائل من حدودها الشمالية الشرقية، وحدودها الشمالية الشرقية يا حبايبي شبه جزيرة سيناء. وحد الملك زوسر جيوش أقاليم مصر ونجح في صد الهجمات وحماية أرض شبه جزيرة سيناء. وقبل ما نكمل درسنا حبايبي ونتكلم عن الأسرة المصرية الثالثة، أنا بدعوكم للاشتراك الكريم في قناتي عشان وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الدروس الجديدة إن شاء الله. ونتكلم عن الأسرة المصرية الثالثة حبايبي، هي أول أسرات أو أسر المملكة الفرعونية القديمة التي ظهرت خلالها بدايات الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، حيث انتقلت العاصمة إلى مدينة منف نهائيا، وما اتنقلتش العاصمة بعدها من هذا التاريخ. بدأت الأسرة المصرية الثالثة بتولي الملك زوسر عرش مصر بعد سلفه، وسلفه هنا الذي قبله، الملك خعسخموي آخر ملوك الأسرة الثانية. وده كان تعريف بسيط لملوك أو بداية الأسرة المصرية التي حكمت مصر في بداية العصر. نيجي حبايبي للفقرة الثانية، عصر الدولة المصرية الوسطى. احتل الهكسوس مصر في نهاية الدولة الوسطى بسبب كثرة الصراعات بين الحكام وعمت الفوضى، أي انتشرت الفوضى أكثر من قرن ونصف، يعني أكثر من 150 سنة. بعد كده حبايبي حرر الملك أحمس، والملك أحمس ده أحد ملوك الأسرة السابعة، حرر الملك أحمس مصر وطرد الهكسوس بتشجيع من والدته الملكة إياح حتب، وبذلك أصبح الملك أحمس هو بطل التحرير ومؤسس الدولة الحديثة. يبقى مين مؤسس الدولة الحديثة حبايبي؟ الملك أحمس. وطرد الملك أحمس طرد الهكسوس بتشجيع من والدته إياح حتب. شجعت إياح حتب أم الملك أحمس ابنها على طرد الهكسوس بعد مقتل والده سيفن رع وأخيه كاموس، يعني بعد ما أبو الملك أحمس الملك سيفن رع اتقتل، وكمان اخوه كاموس اتقتل اثناء الحرب مع الهكسوس،
شجعت إياح حتب ابنها أحمس على تحرير الدولة الحديثة من الهكسوس وطردهم من مصر. نيجي حبايبي للفقرة الثالثة، الملك تحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث قاد 16 حملة لتأمين حدود مصر، ومن أشهر هذه المعارك، يعني من أشهر معارك الملك تحتمس الثالث، معركة مجدو. قرر الملك تحتمس الثالث دخول مدينة مجدو بفلسطين. يبقى كده حبايبي نعرف ان مدينة مجدو في فلسطين. قرر الملك تحتمس الثالث دخول مدينة مجدو بفلسطين من اكثر واصعب الطرق واكثرها خطورة ووعورة. وعورة هنا حبايبي معناها صعوبة. كان الطريق عبارة عن ممر ضيق لا يكفي إلا لمرور شخص واحد، فأمر الملك تحتمس الثالث الجنود بحمل السلاح وفك العربيات، وصار الملك بالخيول في صف واحد. فاجأت خطة الملك تحتمس الثالث أمراء آسيا بقيادة أمير قادش، وحفر الملك تحتمس الثالث خندقا حول المدينة ليمنع هروب الجيش أو ليمنع هروب جيش العدو. يبقى الملك تحتمس الثالث حفر خنادق حول المدينة وحدودها علشان يمنع هروب جيش العدو ويستسلمهم، وهذا يدل على التخطيط الجيد للحرب من الملك تحتمس. نيجي حبايبي على الفقرة اللي بعد كده، فقرة الملك رمسيس الثاني. خاض أي دخل الملك رمسيس الثاني العديد من الحروب ضد الحيثيين، وكانت معركة قادش من أشهر هذه الحروب. يبقى من أشهر معارك الملك رمسيس الثاني معركة قادش، وكانت معركة قادش دي حبيبي ضد الحيثيين. كانت معركة قادش في سوريا، وانتهت بتوقيع الملك رمسيس الثاني معاهدة سلام مع ملك الحيثيين، مما ساعد على تحقيق الأمن والاستقرار للطرفين. نجي الفقرة الرابعة حبايبي، القرن العشرين، حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973، وأنا بقول المجيدة لأنها أعادت الكرامة للشعب المصري إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. كانت هذه المعركة المجيدة بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتحرير أرض سيناء من إسرائيل. وقبل دخول الحرب وأثناء التحضير للحرب حبيبي قال مقولته الخالدة الشهيرة: إما أن نكون أو لا نكون. يعني ينكون مصر محررة وصاحبة عزة وكرامة، أو ما نكونش خالص ويكون باطن الأرض أولى بينا من ظهرها، يعني نندفن. في هذا الوقت حبايبي روج الجيش الإسرائيلي للعالم كله أنه أسطورة الجيش الذي لا يقهر، يعني بالبلد كده الجيش الذي لا يهزم، يعني ما بيتغلبش من حد. أقام العدو خط بارليف، كانوا مسميينه خط بارليف الحصين، إنما اللي ما تأثرش فيه حتى القنبلة الذرية أو القنبلة النووية، وكانوا عاملين دعاية لبلدهم ولجيشهم فوق الوصف. الكلام ده ما أرهبش وما خوفش القادة المصريين وقتها، بل أصروا على تحرير أرضهم والعيش بعزة وكرامة. وزي ما قلت لكم حبايبي الزعيم الراحل
محمد أنور السادات وقتها قال مقولته الخالدة الشهيرة: إما أن نكون أو لا نكون. يبقى أقام العدو خط بارليف لمنع الجيش المصري من تحرير سيناء. استطاع الجيش المصري بالإيمان والتخطيط عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف في 6 ساعات، وده حبيبي إنجاز تاريخي سيظل يذكره التاريخ دهور. والظهر حبيبي 100 عام أو 100 سنة سيظل يذكره التاريخ دهور عديدة. حقق الجيش المصري نصرا كبيرا على العدو الإسرائيلي، وهذا النصر خالد إن شاء الله. وفي عام 1979 وقع السادات الرئيس الراحل محمد أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل، واستعادت مصر سيناء كاملة. تم استخدام اللغة النوبية في الاتصالات اللاسلكية. ليه يا حبيبي تمت استخدام اللغة النوبية في الاتصالات اللاسلكية؟ لأن اللغة النوبية لغة لا يعرفها إلا أهالي النوبة، لغة غريبة وصعبة جدا، وكانت مفاجأة بصراحة، وتدل على عبقرية الزعيم الراحل والقادة العسكريين اللي كانوا معاه، يتدل أنهم عباقرة استخدموا لغة ما تخطرش على بالهم عشان الجواسيس ما يتعرفوش على الخطة كانت ايه وهيعملوا ايه اثناء الحرب، وتكون الحرب بمفاجأة من جميع الجهات. وتم استخدام خراطيم المياه في تحطيم خط بارليف. ان خط بارليف ده حبايبي كان عبارة عن جبل رملي حصين، فبعبقرية العسكري او القائد العسكري المصري فكر انه يدمر الخط الذي لا يقهر ولا يدمر حتى بالقنبلة النووية، دمرها بأبسط أنواع التدمير يعني بأقل التكاليف بخراطيم المية، والمية كانوا بيجيبوها من القناة، يبقى بيسفت عن طريق الشفاطات تمر المية عبر الخراطيم، ودمرت خط بارليف بتاعهم اللي هو لا يقهر بتكاليف بسيطة جدا. وده يدل على ذكاء القائد المصري العسكري في هذا الوقت وفي جميع العصور إن شاء الله. كيف حقق مصر أو حققت مصر السلام عبر العصور؟ يعني من أول تاريخها لحد السلام مع إسرائيل. يحتفل العالم باليوم العالمي للسلام يوم 21 سبتمبر. يبقى يوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمي للسلام. مصر لا تلجأ للحروب طمعا في أرض أو في ثروات الدول، ولكن تلجأ للحروب للدفاع عن أرضها وأمنها القومي. مصر دولة سلام من أيام الفراعنة وإلى عصرنا هذا. لا نعتدي على أحد، بل ندخل الحروب لتحرير أراضينا. وبفضل السلام يا حبيبي استطاعت مصر تحقيق التنمية والتقدم. تاني، بفضل السلام استطاعت مصر تحقيق التنمية والتقدم. معاهدة سلام قديما، أقدم معاهدة سلام يا حبيبي كانت بين الملك رمسيس الثاني والحواسيين بعد معركة قادش التي حقق فيها الملك رمسيس الثاني انتصار. معاهدة سلام حديثا هي معاهدة سلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات مع إسرائيل بعد معركة أكتوبر والانتصار الخالد المجيد. يتميز الجندي المصري بالصبر والشجاعة. تم تخليد انتصارات الجيش المصري في سيناء بإنشاء متحف بانوراما حرب أكتوبر. يبقى يقول لك إزاي أو كيف خلدت مصر انتصارات
الجيش المصري في سيناء، هنقول خلدت مصر انتصارات الجيش المصري في سيناء بإنشاء متحف بانوراما حرب أكتوبر. نيجي حبايبي لفقرة الأسئلة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. 1. الجيش المصري من أقدم جيوش العالم، أكيد صح. 2. حرر الملك المصري رمسيس الثاني مصر من الهكسوس، صح. شجعت الملكة إياح حتب ابنها على طرد الهكسوس من مصر، صح. 4. دمر الجيش المصري خط بارليف في 6 ساعات، أكيد صح. انهزم الملك رمسيس في معركة قادش، غلط، لأن الملك رمسيس لم يعرف الهزائم طوال تاريخه. 6. انتصر الملك تحتمس الثالث على العدو في معركة مجدو، صح. استخدام الجيش المصري اللغة النوبية في الاتصالات اللاسلكية، صح. وقلنا ان استخدام الجيش المصري اللغة النوبية في الاتصالات اللاسلكية يدل على عبقرية القائد المصري العسكري. 8. صد الملك زوسر هجمات الاعداء على شبه جزيرة سيناء، اكيد صح. بفضل السلام استطاعت مصر تحقيق التنمية والتقدم، ده صح يا حبايبي. السؤال الثاني حبايبي، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. 1. في أواخر عصر الدولة القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة تعرضت مصر لاحتلال الهكسوس؟ لا، هنقول في أواخر عصر الدولة الوسطى تعرضت مصر لاحتلال الهكسوس. 2. أول معاهدة سلام في التاريخ وقعها الملك أحمس ولا تحتمس الثالث ولا رمسيس الثاني ولا مينا؟ لا، هنقول أول معاهدة سلام في التاريخ وقعها الملك رمسيس الثاني مع الحيثيين. 3. مؤسس الدولة القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة هو الملك أحمس؟ لا، هنقول مؤسس الدولة الوسطى هو الملك أحمس، ودي معلومة لازم نحطها في دماغنا، الملك أحمس هو مؤسس الدولة الوسطى. 4. استخدام الجيش المصري اللغة الهندية ولا العبرانية ولا الفرنسية ولا النوبية في الاتصالات اللاسلكية؟ لا، هنقول استخدم الجيش المصري اللغة النوبية، وده حبايبي لغة أهالي النوبة، أهلنا في النوبة في جنوب مصر في الصعيد. يبقى استخدم الجيش المصري اللغة النوبية في الاتصالات اللاسلكية. وزيادة في المعلومة حبايبي، اللغة النوبية دي لغة مجهولة، محدش يعرفها، ولا كان حد يتخيل ان القادة العسكريين المصريين العباقرة يستخدموا اللغة النوبية في هذه الحرب المجيدة. وقلنا استخدم اللغة النوبية ليه او اللهجة النوبية ليه؟ عشان لهجة غريبة وصعب فهمها، ولا يفهمها إلا أهالي النوبة. 5. أشهر معالك الملك تحتمس الثالث هي معركة مجدو أو قادش أو أكتوبر أو سيناء؟ لا، هنقول أشهر معارك الملك تحتمس الثالث هي معركة مجدو. نيجي حبايبي للسؤال الثالث، أكمل الجمل الآتية. معركة ايه من اكبر معارك رمسيس الثاني ضد الحيثيين؟ هنقول معركة قادش من اكبر معارك الملك رمسيس الثاني ضد الحيثيين. 2. انتصر احمس على الهكسوس بتشجيع من والده الملكة، من والدته الملكة اياح حتب. يا معلش الاسامي صعبة شوية، يا ريت نتذكرها ونعيد ونقولها أكتر من مرتين أو ثلاثة عشان تثبت في أذهاننا وعقولنا. 3. صد الملك زوسر هجمات الأعداء على شبه جزيرة سيناء. يبقى مين اللي صد هجمات الأعداء على شبه جزيرة سيناء؟ نقول الملك زوسر.
4 انتصرت مصر على جيش إسرائيل في حرب السادس من أكتوبر. السؤال الرابع يا حبايبي، اكتب دور إياح حتب في طرد الهكسوس من مصر. هنقول دور إياح حتب: حرر أمن حتب الثاني مصر بتشجيع من والدته إياح حتب وتم طرد الهكسوس. 2 اكتب سببا لإنشاء مصر المتحف أو لمتحف بانوراما حرب أكتوبر. يبقى مصر أنشأت متحف بانوراما حرب أكتوبر ليه؟ هنقول لتخليد ذكرى انتصار مصر على إسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة. 3 اكتب نتيجة واحدة تترتب على حرب أكتوبر عام 1973 ميلادية. هنقول استطاعت مصر تحقيق التنمية والتقدم بفضل انتصارنا على إسرائيل في حرب أكتوبر عام 1973. 4 اكتب نتيجة تترتب على الصراعات بين الحكام في نهاية الدولة الوسطى. كانت نتيجة الصراعات بين الحكام في نهاية الدولة الوسطى ايه؟ هنقول يا حبايبي احتلال الهكسوس لمصر في نهاية عصر الدولة الوسطى. هنيجي يا حبايبي السؤال الخامس، وده هنسيبه للواجب ان شاء الله. معركة مجدو ومعركة قادش، عايزين مقارنة بين معركة مجدو ومعركة قادش. مين قائد الجيش المصري في معركة مجدو ومين قائد الجيش المصري في معركة قادش؟ ونتيجة المعركة في معركة مجدو ونتيجتها ايه في معركة قادش؟ السؤال ده متهيألي يعني اسهل الاسئلة في درس اليوم، ياريت تحلوه في الواجب. نيجي حبايبي للسؤال السادس، لمن تنسب الأعمال الآتية؟ يعني الأعمال اللي جاية دي تنسب لمين؟ 1 وقع أقدم معاهدة سلام مع الحيثيين. يبقى نقول الملك رمسيس الثاني وقع أقدم معاهدة سلام مع الحيثيين. 2 انتصار أو انتصر على الأعداء في معركة مجدو. مين اللي انتصر على الأعداء في معركة مجدو؟ يبقى الملك تحتمس الثالث. طارد الهكسوس ومؤسس الدولة الحديثة تنسب لمين هذه العبارة أو هذه الأعمال؟ يبقى نقول الملك أحمس. 4 شجعت ابنها على طرد الهكسوس من مصر، يبقى الملكة إياح حتب. 5 رئيس مصر أثناء حرب السادس من أكتوبر، هنقول الرئيس الراحل الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وبكده حبايبي بنيجي لنهاية الدرس. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيكم كل الدروس الجديدة. ما تنسوش الاشتراك حبايبي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش ناقص كهرباء؟ نعمل بقى ايه؟ نفتح على الأحمر دي؟ أيوة.